بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، أينما كنتم نجدد بكم اللقاء والترحيب من جديد من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الموافق 29 من شهر مارس لعام 2024، حيث نأتي لانطلاقاتي وتحدياتي وعطائي وإبداعي ومتعة سن الكبار، سن الثنايا، من مسافة 8 كيلومترات. انطلق على بركة الله شوطنا السادس الخاص بسن القعدان، الثنايا، من هذه المسافة المقررة، ألا وهي 8 كيلومتر. أبدأ مع أول الأسماء لكي يتابع من يحتل الصدارة والمركز الأول في هذه اللحظات، يندفع وينطلق في هذه الأثناء المشهر لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، مقدم لنا انطلاقة وتحديات المشهر على المركز الأول. بينما المركز الثاني أتابع في هذه اللحظات شعارك يا مبارك يا بن محمد يا بن هادي الجربوعي، يقدم لنا نايف على ثاني المراكز، هنا ينطلق في هذه اللحظات. بينما الدور والنقلة إلى المركز الثالث لأتابع في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات شعار الصعب، هنا محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يقدم ويدفع لنا بانطلاقة ضاري على ثالث الأسماء القادم بشعاره المتواجد في هذه اللحظات على المركز الثالث. الدور والنقلة إلى المركز الرابع لأتابع في هذه اللحظات القدوم والحضور من قبل شجاع، شجاع من يتقدم على المركز الرابع ويتسلل على رابع الأسماء، فرج بن محمد بن فرج بن هادي الغفراني، مقدم لنا شجاع وتحديات شجاع على المركز الرابع. المركز الخامس هنا يتقدم على المركز الخامس، وأتابع وأراقب الوصول مع ذرب لخليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة الخاطري، مقدم لنا انطلاقة ذرب وتحديات ذرب على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة وهكذا هي الأسماء الخمسة التي تتواجد هنا في هذه الانطلاقة، هذه الأسماء التي أذعتها على مسامعكم. لنعود إلى مقدمة الشوط، لنعود إلى شعار البريدي بن حسين، هذا الشعار الذي عرف بالإنجازات، عرف بالرموز في كل المهرجانات، عرف بالإنجازات والأمجاد والمجد التليد والتاريخ الذي سجله هذا الرجل. مرحبا بك يا بن حسين، حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، مقدم لنا المشهر بانطلاقة شعاره المرصع بالنجوم، المرصع بالفضة، المرصع بالكؤوس والخناجر في كل الميادين. هنا ينطلق على المركز الأول، المركز الثاني أتابع القدوم والحضور من قبل هنا نايف، يا نايف، نايف يتحرك على المركز الثاني، ومبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري، مقدم لنا نايف على مستوى ثاني المراكز، يتحرك في هذه اللحظات يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث صعب مرغم يتقدم، راعي صعايب وراعي الأسماء الكبرى، يقدم لنا انطلاقة شعاره
بتحدياتي وحضور ضاري على ثالث الأسماء محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، هو القادم والحاضر في هذه الانطلاقة على مستوى المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع لأتابع وأراقب الحضور من قبل هذه الأسماء. الالتحاق في ركب المقدمة في هذه اللحظات من قبل هذه الشعارات الحاضرة والمتواجدة من أجل الانتصار. أجد وأتابع وشوف اللي على المركز الرابع، شجاع من يتحرك على رابع الأسماء، فرج بن محمد بن فرج بن هادي الغفراني المري مع انطلاقته على المركز الرابع. هنا يقدم لنا انطلاقة شجاع وشعاره الكبير، بينما المركز الخامس أتابع وأراقب الحضور والانطلاق مع عرفيت. هنا ينطلق عرفيت ومبارك بن حسين بن راشد بن حسين الجربوعي المري مقدم لنا عرفيت في هذه اللحظات، يتحرك على المركز الخامس. هذا الشعار الذي قدم وهل وقدم العديد من الأسماء في أشواط الرموز. يلا يا عبد الرحمن، يلا يا فهد، هنا ينطلق على المركز الخامس في هذا الحضور. العودة وين يا متابعينا؟ العودة إلى المشهر وشعار المشهر، حيث تابع البريدي من يغرد وحيدا على المركز الأول. من ينطلق في هذه اللحظات مع صدارة الشوط وانطلاقتي وتحديات؟ هذا الشعار على المركز الأول، حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي مقدم لنا المشهر على أول الأسماء. المركز الثاني أتابع القدوم والحضور مع ضاري مع ثاني المراكز. هنا يتحرك محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي على المركز الثاني، يقدم لنا ضاري على ثاني الأسماء. المركز الثالث نايف، يا نايف نايف يا الجربوعي نايف، وهذا الشعار الذي دائما ما يعشق النوايف، دائما ما يعشق مكان الرفعة والعزة والشموخ، دائما ما يعشق الانتصارات. يتقدم نايف على المركز الثاني. مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع شجاع في هذه اللحظات، يتقدم ويسير نحو الإنجاز الكبير، نحو الحلم المنتظر. في هذه اللحظات يتقدم مالك شجاع، فرج بن محمد بن فرج بن هادي الغفراني مقدم لنا شعاره، مقدم لنا انطلاقتي وتحديات شجاع الذي يسير شيئا فشيئا نحو الإنجاز الكبير، نحو الناموس المنتظر. على المركز الرابع، المركز الخامس أتابع عرفيت. هذا الاسم الغريب وهو ليس غريب، الإنجاز على مالك هذا الشعار ليس غريب، عليه الأمجاد والنجومية التي يظهرها في كل مهرجان وفي كل محفل. هنا عرفيت يتقدم، هنا لمبارك بن حسين بن راشد بن حسين الجربوعي المري مقدما لنا شعاره، مقدما لنا انطلاقتي وتحديات. هنا عرفيت على المركز الخامس، ولكن نعود إلى المركز الأول، نعود إلى صدارة الشوط، إلى مقدمة الأسماء، إلى المركز الأول، إلى المشهر يا البريد المشهر مع
صدارة هذا الشوط وقمة هذا الشوط، يتربع على عرش الصدارة، يخاطب المجد الكبير، يخاطب المجد التليد. المركز الثاني ضاري، ضاري ومحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، بينما عرفيت يتحرك على المركز الثالث. هنا ينطلق بشعار مبارك بن حسين بن راشد الجربوعي المري. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات شعار هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري، مقدم لنا انطلاقة متعب وتحديات متعب على المركز الرابع. خامسا وصل وانطلق في هذه اللحظات شعارك يا بن حطاب مع أبشر محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي، مقدما لنا شعاره بحضور وتواجد أبشر سلطام على المركز، أو هنا سلطم على المركز الخامس. سعيد بن بطي بن محمد الزعبي، ولكن العودة وين؟ العودة إلى الكيلومتر الأخير، إلى البطل المشهر المشهر المشهر، حيث ينطلق مع الشعار الذي هو أشهر من نار على علم. ينطلق مع المركز الأول حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. انطلق انطلاقة الكبار، وكما عود جماهيره دائما بالانطلاقات الكبرى في آخر الأمتار. المركز الثاني شجاع فرج بن محمد بن فرج بن هادي الغفراني. ثالثا وصلت الأسماء، وصل مغادر العتيق بن فاران بن محمد بن قريع، مقدم لنا انطلاقة هنا وتحديات مغادر. عرفيت على المركز الرابع، وصل دم على المركز الخامس، ولكن العودة إلى المشهر 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 الكبير المشهر الخطير المشهر المثير. ما شاء الله وتبارك الله على عروض الأبطال، على حضور الأبطال وتواجد الأبطال يا بن حسين، مشكور على هذا الحضور بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. سلام يا بن حسين. حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل صلدم على المركز الثاني سعيد بن بطي بن محمد الحسن المري. المركز الثالث وصل شجاع لفرج بن محمد بن فرج بن هادي الغفراني المري. المركز الرابع وصل مغادر لعتيق بن فاران بن محمد بن قريع المري. المركز الخامس كان الوصول مع ذرب أو عرفيت لمبارك بن حسين بن راشد بن حسين الجربوعي المري. إذن تهانينا والناموس لمالك المشهر، هذا البطل الذي جاء في هذه اللحظات. حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي قام راس وانهى هذا الشوط راس لصالح هذا الشعار ومالك هذا البطل بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. 12 دقيقة 57 ثانية و95 جزءا من الثواني، هو توقيت ممتاز مع هذا البطل. صلدما وصل على المركز الثاني سعيد بن بطي بن محمد الزعبي. 12 دقيقة 59 ثانية 42 جزءا من الثواني. شجاع من وصل على ثالث الأسماء فرج بن محمد بن فرج بن هادي الغفران المري. 12 دقيقة 59 ثانية و58 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الكلمة والمايك تنتقل للزميل سلطان السعيدي.